اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ويسعد اوقاتكم دائما افطارا هنيئا وصوما مقبولا ان شاء الله في امسياتنا الرمضانيه متواصلين. واليوم سنكون بصحبه مؤسس عمر بريك التجاريه على مدار شهر رمضان المبارك. لا تنسوا عرضه طيله شهر رمضان المبارك، وانتظروا القادم في عيد الفطر السعيد على الشوكولاته والقهوه، وايضا كل ما يلزم لكم من المناسبات في عيد الفطر السعيد. مشاهدينا ومتابعينا، راح نكون مع العرض ايضا الكيلو الاكسترا ب 55 شيكل بدل 68، كيلو القهوه ب 48، اللي كان ب 48 صار قديش؟ ب 40 شيكل، كله من مؤسسة عمر بريك التجاريه، والعنوان فروع الثلاثه، شارع يافا، دوار شويكي، وطبعا شارع باريس، مجمع ابو حسيب التجاري. العنوان الاكبر يعني والمميز مؤسسة عمر بريك التجاريه بين قوسين للضيافة الملكية، هاي الاسم بتهز كثير، بتهز لأنه كلمة في محلها. لا تنسوا العرض لشهر رمضان المبارك. شو العرض عنده؟ كيلو الإلكسترا فقط قديش؟ 55 بدل 68، والقهوة اللي كانت ب 48 يا بلاش صارت ب 40 شيكل، من مؤسسة عمر بريك التجارية بفروع الثلاث، شارع يافا، دوار شويكي، وشارع باريس، مجمع أبو حسيب التجاري. يعني أنا مش رح أقول إشي في بداية برنامجنا، لكن بقول مؤسسة عمر بريك التجارية للضيافة الملكية بتعطي الكل. أول إشي يسعد مساك. الله يسعد لي المساء يا رب. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه يا رب. شو بتقول لزباين مؤسسه عمر بريك التجاريه؟ بنحكي لهم رمضان كريم، وكل عام هم بالف خير وصحه وسلامه، وانتظروا القادم في عيد الفطر السعيد، قبل عيد الفطر السعيد، على الشوكولاته المحليه والمستورده والاجنبيه. شيء اكيد، يعني عندنا العروض شيء مستمر دائما، وبنوفر لهم افضل جوده وافضل بضاعه بافضل الاسعار. ولضيافه ملكيه. ملكيه، اذا لضيافه ملكيه، كملوا معنا مشوارنا في سؤال وحزيره وجواب وجوائز بانتظاركم من مؤسسه عمر بريك التجاريه. يا جماعه والله فعلا لضيافه ملكيه، خليكم معنا. اليوم احنا مع مين؟ عمر بريك. حابة تربحي؟ عينك بدها بقول لك. معنويات للتوجيه. رافع معنويات للتوجيه عشان يعني جائزة للتوجيه من هلا. شو اسمك؟ نيروز جلاد. نيروز، طيب. كم فرع له لعمر بريك؟ ثلاثة. وين؟ مجمع أبو حسيب، دوار المحاكم. لا، دوار شويكي. وشارع باريس. شارع يافا. شارع يافا، دوار شويكي، وشارع باريس لمجمع أبو حسيب التجاري. نيروز. طيب كيف انت وشو اسمه ثقافتك؟ منيحه. طيب نيروز اسمعي، في اشي انت بتاخده ببلاش وبترميه بمصاري؟ باخده ببلاش وبترميه بمصاري. وبرميه بمصاري. شو هو؟ بتقول لك شو هو؟ انت بدك تسالين ولا تجاوبي؟ سهل جدا. تصوري انت شو يعني طلعي، يعني فكري فيها. بتاخذيه ببلاش وترميه بمصاري. تاخذيه ببلاش وترميه بمصاري. انت شايفتيني ولا مش شايفتيني؟ شايفتك. تاخذيه ببلاش وترميه بمصاري. كل هذا مش لازم. تاخذيه ببلاش وترميه بمصاري. شعر. هلا بيجيك ببلاش الشعر ولا لا؟ ولما بتروح تحلق واحد شو عمل؟ بدفع مصاري. اذا بتاخذيه ببلاش وبايش؟ طبعا وبترميه بمصاري اللي هو الشعر. طيب هذه مع مؤسسة عمر بريك التجارية، مبروك يا نيروز. شو بتحكي له؟ كل عام وانتم بخير وبالتوفيق. كل عام وانتم بخير، وهي هدية التوجيه كله بسلام على دوار شوي طبعا بتجيبيها. كل عام وانتم بخير. مشاهدينا بنكمل معكم امسياتنا الرمضانيه بصحبه مؤسس عمر بريك التجاريه في هذه الاجواء الرمضانيه. بلش الناس تطلع وصار الجو احلى وما شاء الله. اذا مؤسس عمر بريك التجاريه لضيافه الملكيه، لا تنسوا فروع الثلاث، شارع يافا، دوار شويكي، وشارع باريس، مجمع ابو حسيب التجاري، دائما المميز. مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ الحمد لله تمام. عرفنا حالك. نزار احمد. نزار، بدون يعني مجاملات ولا مغازلات، شو رأيك مؤسسة عمر بريك التجارية؟ مؤسسة فعلا انه المميز او المتميز في طول كرم، اسعار كويسة وبضاعة مميزة. ومعاملته كيف؟ معاملته الف 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 الف. طيب استاذ نزار،
في عندنا سؤال، الجوال اللي بتاخذ جائزتك من مؤسسة عمر بنك تجارية، طلع بتضلك تمشي وراه ما بتلحقه وهو اسرع منك سواء قدامك او وراك، شو خيالك؟ شو؟ سنة. ايش؟ العمر. العمر مين اعطاك اياها؟ مين اعطاني اياها؟ انا عرفتها. لحالك؟ يعني معي ماجستير فاكيد راح اعرف الجواب. معك ماجستير ما دخل. لا درست في الخبرة والمدرسة الحياة والثقافة. صحيح. طب تعال تعال معي. تعال شو اسمك انت قلت لي؟ رفيق ضميري. من وين؟ من مخيم طول. مخيم طول كريم. انت شو قلت لي؟ العمر. العمر الله يعطيك العمر بزيادة يا رب. الجميع. آمين. كل سنة وانت سالم. رمضان كل سنة وانت سالم. بس الشغلة اللي بدي اقول لك اياها شو حكى هون؟ الظل او الخيال. بتضلك تمشي وراه ما بتلحق وهو اسرع منك قدامك او وراك دائما. مين شو هو؟ العمر اللي قدامك يعني او وراك. ظلك ظلك قدامك. الخيال مش العمر. صحيح صح يا ضميري. صحيح. طب شو بنقول للزلمه؟ بنقول له مبروك عليك. طيب خليك يا ضميري، هاي جائزتك من مؤسسة عمر بنك التجارية على دوار شوي بتسلمها، شو بتحكي له؟ شكرا له وكل عام هو بخير. كل عام وانت بخير. وكل عام وانت بخير يا ضميري. وانت بألف خير ضميري. الحياة هي المدرسة وهي الثقافة. صح. احنا كل اللي بناخذه بالكتب ما بضلنا حافظينه. صحيح. المدرسة هي الحياة. صحيح. طيب تعرف شو أعلى شهادة في العالم؟ أعلى شهادة. أعلى شهادة في العالم. أعلى شهادة في الحياة. يعني أي واحد بأخذ أعلى شهادة، شي الشهادة اللي بأخذها؟ تعرفها؟ هي أعلى شهادة للبني آدم شهادة الوفاة. أنا هي آخر شهادة وصلت. شهادة الوفاة يا الله يرحمنا برحمته. لا أنا بحكي الشهادة التعليمية. البروف. الأستاذ مشارك اسمه. أستاذ مشارك. هي آخر في أعلى. أعلى لهم العلماء. شو اسمها؟ في لا في شهادة اسمها الزمالي. سمعت فيها؟ صحيح. هاي أعلى رتبة في الشهادة. صحيح. اسمها الزمالي. صحيح. بس مش هذا السؤال. تفضل. ضميري شو ماجستير شو مخلص؟ أنا في علم الجريمة. علم الجريمة. الله يستر الله يستر. طيب انت كيف لو جيت على واحد مقتول بعد ساعة؟ تمام. هل كيف تستطيع تعرف مين المجرم اللي قتله وتكتشف مين المجرم في علم الجريمة اليوم؟ في علم الجريمة اليوم كيف بدي اوصل للقاتل بعد ساعة؟ وجدت الميت بعد ساعة، صار له ساعة مقتول، ماشي، كيف تقدر تعرف المجرم اللي قتله؟ علم الجريمة. في أدلة بدي استند عليها. في دليل سريع. دليل سريع؟ اه. اللي هي الأداة اللي طلع انكتل فيها. لا مش الأداة. في علم الجريمة هسا ولا علم الجريمة؟ هلا هون شوفي بالعين. هسا هاي أنت بتحكي عن العلم الحديث. العلم الحديث. العلم الحديث بتبقى عندك أنت في البؤبؤ للعين في زي الكاميرا. فهي بتحفظ إيش آخر إشي شافته لمدة ساعة ونص بعد الوفاة. بعد الوفاة بيقدر يكتشف مين اللي قتلوا على هذا موجودي. صح. بس الحمد لله لحد الان ما وصلتش احنا، يعني احنا ما وصلناش، احنا وين احنا لسه بدري علينا، في قدامنا لسه عندنا جهاز اسمه مباحث. احنا مباحث يعني راح تضل ضد مجهول. صحيح. فاحنا بنقول انه فعلا الجريمة الحديث اليوم عن طريق ايش؟ العين. صحيح. القرنية. القرنية. بصمة القرنية. طيب ضميري اعطيني يا براء، انت شو رايك بالمؤسسة عمر بريك؟ عمر بريك هو رقم واحد في طول كم، لانه هو الاول ودائما الاول هو الافضل. هو الافضل. طيب. صح. هاي من مؤسسة عمر بنك تجارية تسلمها على دوار شويكي. الليله بامكانك تروح تاخذ بزر، تاخذ شغلات كثيره وتروح تتسلى هناك، تقصقص انت واصحابك بزر. كل شو رايك؟ كل سلام كل سلام سالم. بس بدون جرائم الله يخليك. ان شاء الله. حبيبي. بنكمل معاكم سيادتنا الرمضانية بصحبة مؤسس عمر بريك التجاري لضيافة ملكية في أجواء كرمية. ضيافة ملكية في أجواء كرمية. مساء الخير. مساء الوقت. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. مش منديل هالمرة. مش منديل. أدير بالك بدك تظبط. تظبط الوضع. تعرفني حالك. برهان أبو زيني. أهلا. إياد أبو زيني. كله أبو زيني. مزينين السوق يا عمي. مزينين السوق يا عمي. وبعدين بتكتمل الصورة مع مؤسس عمر بريك التجاري. طيب اسمع يا سيدي. بيحكي بلا حنك. وبيمشي بلا رجلين. شو؟ انا بحكي بحنك وبمشي برجلي، بس هذا الاشي بيحكي بلا حنك وبيمشي ايش بلا رجلين؟ شو؟ كتاب. كتاب. لا شو يا ابو زيني تقول؟ بس اكشن اياد. شو؟ تلفاز. تلفاز.
يعني انت شو قلت بالاول؟ الكتاب. كتاب، يعني انت قطعت نص المشوار 50% للايجابي، يعني قربت. ايش يا باشا؟ على فيك. شو؟ شو ما بعرف شو السؤال اصلا؟ مش عارف السؤال، طب تعال انت. طب اول شيء قبل ما اسالك على السؤال، قول لي شو هاي هنا؟ عمر بريك. عمر بريك، هذا الكنفوش هاي شو بسموها؟ لا اللي هون 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 عندك انت. هاي اشياء. شو اسمها؟ شو اسمها القصة؟ ما عرفني. اي قصة؟ اي شيء. طيب بنقول بيحكي بلا حنك وبيمشي بلا رجلين، شو هو؟ ايوه ماشي. جاوب شو بعرفني؟ شنطي. يا ابو زيني. فكر فيه. فكر فيه. شو يا ابو زيني؟ انت قلت نص الايجابي، بس ضل شيء ثاني. طيب زمان شو كنا نعمل احنا؟ القلم؟ لا 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 لا. احنا شو كنا زمان نعمل؟ لما كانوا اولادنا يدرسوا برا. رسالة قصدك؟ الرسالة او المكتوب. بيحكي بلا حنك وبيمشي بلا رجلين. المكتوب يا ابو زيني. الله يسعدك. والمكتوب ايش بيقولوا؟ ببين من ايش؟ من عنوانه. من عنوانه. اعطيني. بمشي بلا حنك، والله بلا حنك فعلا نعم. طيب هاي جايتك مؤسسة عمر بريك التجارية على دوار شويكي، شو بتحكي لهم؟ كل عام هم بخير وشكرا جزيلا. بحياتك سؤال، سؤال صريح، انت جربت مؤسسة عمر بريك؟ أكيد. شو رأيك في القهوة، المكسرات، الشوكولاتة؟ أكيد لاجك، القهوة باستمرار، المكسرات باستمرار، ما شاء الله طعم لا شك لذيذ جدا. وبتاع كمان عرض رمضان يا جماعة، كيلو الاكسترا بندق كاتشو ب 55 بدل 68، وكيلو القهوة اللي ب 48 بس ب 40 شيكل. خليكم معنا مع مؤسس عمر بريك التجارية لضيافة الملكية. مشاهدينا متابعينا، كنا معكم في جولة وأمسية جديدة متجددة بصحبة مؤسس عمر بريك التجارية لضيافة الملكية. الأمسيات ستتواصل بصحبة مؤسس عمر بريك التجارية، زي ما حكينا لكم الأجود والمميز دائما ونخب أول، يعني ما فيها نقاش، نخب أول. ولا تنسوا كمان فروع ثلاث، شارع يافا، دوار شويكي، وشارع باريس، مجمع أبو حسيب التجاري. لا تنسوا العرض الأقوى في شهر رمضان المبارك، كيلو الإكسترا فقط ب 55 بدل 68، وكيلو القهوة بدل 48 صارت ب 40، كله من عند مين؟ مؤسس عمر بريك التجارية لضيافة الملكية. مشاهدي متابعينا، أشكر لكم حسن المشاهدة والمتابعة، دائما سنتواصل معكم في هذه الضيافة الملكية بصحبة مؤسس عمر بريك التجارية. أشكر زميلي من وراء الكاميرا براء عمر، ومني أنا منتصر علاني، يسعد مساكم. مؤسس عمر بريك التجارية لضيافة ملكية.